اهلا وسهلا بحضراتكم من بيت العدل، العدل اساس الملك، العدل اساس الحياه، من بيت العدل المصري مع السيد وزير العدل السيد المستشار ناير عثمان. اهلا وسهلا سيد المستشار. اهلا بيكم، اهلا، نورت وزاره العدل واحنا سعيدنا بيكم. اهلا بحضراتكم. ونحن سعداء بوجودنا في حصن من حصون الامان للمصريين، وان كان في الفتره الاخيره هو محور قلق للمصريين. عندما نتحدث عن العدل أنا أخاطب في حضرتك الآن ضمير القاضي. كيف ترى أحوال العدل في مصر؟ الناس مش راضية، صدر أحكام ما صدرش أحكام، أخلي سبيل، تم القبض، دائما هناك إحساس بأن هناك خلل في بيت العدل. لا الحقيقة أنا ما بتفقش معاك في، لا أتفق معاك في هذا الرأي. ده مش أنا بنقل لحضرتك أو الناس أو لا أتفق معهم، لأن ليس الخلل في بيت العدل، ولكن الخلل في الظروف اللي موجودة واللي البلد بتمر بيها. يعني احنا بنمر بظروف لم تعدها مصر اطلاقا، وبعدين رضا الناس او عدم الرضا، يعني حضرتك بتقول ان لو في احكام ادانة مش راضيين، لو في احكام براءة مش راضيين، فاصبح هو يعني المزاج العام للناس ان هم مش حاسين بالظرف وبالفتره اللي البلد فيها، ولكن من جهه مش وزاره العدل وكل الوزراء المسؤولين، يعني ان من جانبنا كل حاجه بتتعمل، العدل بتعمل، بتحاول في منظومه التشريعات بتعمل، بتحاول تيسر كل الامور بما يعيد الامور لنصابها ويحقق العدل بالنسبه للجميع في مجالات كثيره من المجالات، وكل الوزارات بتعمل نفس الشيء. انما يعني المزاج العام مش راضي لسبب، لان الجو العام يعني صعب انك انت تخلي حد يحس فيه بالرضا في هذا الظرف، لان الوقت كل واحد بمحدد مشكلته في مطلبه الخاص. فمسألة بقى احساسه بالعدل او عدم احساسه بالعدل ده يعني احساس شخصي، انما نعم. احنا عندما نتكلم بهل في عدل او موجود لازم نبص من منظور يعني موضوعي بعيدا عن ان ده راضي او راضي. يعني مثلا حتى بتشوف انت في المحاكم الحكم بيصدر فيه طرفين، واحد يبقى يقول يحيى العدل، واحد يقول لك ايه ده انا ظلمته بتاع، فهي كده. انما المنظومه العدل بتقوم على اساس موضوعي متجرد بغيه يعني احقاق الحق وتحقيق الصالح العام لكل المواطنين. وبعدين بالنسبه للقضاء برضه هو مساله رضا الجمهور او الذوق العام. القاضي ما لو حكم القاضي او اخذ بما تطلبه الجماهير مؤكد هيبقى هنا في خلل في منظومه العداله. طيب حضرتك هتقرني او تقر من يرى هذا بان القضاء اصابه ما اصاب مؤسسات الدوله من رداد اثر عليه في الداخل منذ 25 يناير وحتى الان ام لا؟ لا انا يعني لا اتفق في هذا الاتجاه، واقول ان الرغم زي ما سعادتك قلت ما اصاب مرافق الدوله من امور يعني اللي اشرت اليها، انما قضاء مصر في عموميته عشان اكون منصف معاك بخير، وجموع قضاة مصر بخير، واذا كان هناك بعض الشوائب فدائما دي لا تعمر وبيقضى عليها في يعني وقت قريب جدا، بحيث يظل القضاء يعني بشموخه كما كان، وان شاء الله يزيد شموخه. وبعدين يعني انا بأكد لك ان القضاء المصري هو الحصن، يعني هو الحصن لكل ما يمكن ان يجري في هذا البلد. فمحاولة ان هم يعني يوسعوا او النقاط البسيطة اللي بتبقى في السوق ويحاولوا انهم يعملوا مشاكل ويعملوا القضاء في عمومه بخير، صدقني. وانا قبل ما يكون وزير انا قاضي، وكل يعني مشاعري وبتاع ان قاضي، وفي كل السنوات اللي فاتت دي كنت قاضي، وزمايلي كتير زي شعورهم ده، زي بتحس بالفخر والرضا. لا نتمنى غير ذلك سيادة الوزير، بس انا بحاول اجيبها من بدري شوية، من اول الهتافات بعيدا عن رفضي او عدم قبولي لذلك انا او غيري. الهتافات الاولى بعد 25 يناير تطهير القضاء، ثم
ظهور الإخوان في المشهد بكثافة، ثم ظهور تيار للاستقلال يمثل عدد ليس بالقليل من القضاة، بما ترتب على ذلك من بعض الأحكام وبعض القرارات غير الصائبة وبعض التوجهات التي شابت أحكام القضاء أو توجهات بعض القضاة، ثم سقوط الإخوان، ثم ظهور تيار مناوئ لهذا التيار ومحاسبته، واتهام آخر بأن القضاء الآن أصبح حادا وعنيفا لكل ما هو ينتمي إلى الإخوان. فبقينا كده قدام مؤسسة طول عمرها محفوظة ولكنها تتلقى السهام من كل صوب ومن داخلها. هقول لك يعني هو بالنسبة انت يعني حددت فترتين. نعم. الفترة اللي قبل 30 يونيو، وخلينا على وجه التحديد في فترة النظام الرئاسي السابق. نعم. اللي أصاب القضاء في هذه الفترة، بس يعني هقول لك أصابه والقضاء ما سكتش، اللي أصابه إن كان هناك اتجاه للقضاء على مؤسسة القضاء. نعم. تمام. بدأت بأمور لم تعدها أي تشريعات، وعمل دساتير إعلانات دستورية لم يشهدها العالم. يعني ما يجيش إعلان دستوري عشان يمشي النائب العام ويقول لك منصب النائب العام، ما يجيش إعلان دستوري عشان يحدد عدد أفراد المحكمة الدستورية بحيث أنه يقصي من الناس مجموعة عايز يقصيها. ما فيش إعلان دستوري يطلع يحصن كل قرارات الإدارية لرئيس الجمهورية اللي عملها واللي هيعملها بعيدا عن القضاء. نعم. ما فيش أي منطق في أي حكم أن يجي أحكام المحكمة الدستورية اللي هي بتعتبر بمثابة قانون. يعني المحكمة الدستورية لما تيجي تقول هذا النص أو هذا المادة من القانون من القوانين دي غير دستورية، فدي بتبقى بمثابة قانون صادر يعمل بيها، والنص ده لا يعمل بيه سواء في المحاكم أو في الأماكن أو فجم بقى لهم تفسير تاني في حكم المحكمة الدستورية ب إبطال انتخابات مجلس الشعب وبما يقتضي حله، وقالوا لا ده ممكن تنفيذ الحكم دوت يعني يبقى على مراحل براحته. كان بيقول درجة القضاء برضو. ما انت ايوه ما انا بقول لك، ما وبعدين الفترة دي فعلا افرزت بعض رجال القضاء اللي يعني لم نكن يعني نتخيل في يوم من الايام انهم ممكن يقولوا كده، انما طبعا احنا ما يعني لا نطعن في احد، يعني كل له رؤيته. فيعني ما اثار القضاء في هذه الفتره هي الامور دي، ولكن القضاء لما سكتوا لم تؤثر عليه. حضرتك ما بتشوفش ان ده اثرت على القضاء؟ الناس العاديه اللي بتشوف ده النهارده قضاء في اتجاه، بكره في اتجاه اخر، هؤلاء القضاء بيحالوا لصلاحيه، عندهم اتهامات، كل يوم بنتحدث عن اختراقات ما زالت موجودة وبقايا إخوان ما زالوا في القضاء بيؤثروا على سير العدالة، بنسمع ده طول الوقت. لا ما احنا هنا بخلينا برضو نتكلم بالترتيب. الفترة ديت اللي كان مقصود بيها هدم القضاء طبعا أثرت بالنسبة لنفسية القضاء، ولكن في رأيي أنا لم تؤثر على استقلال القاضي، وهقول لك. نعم. وبالعكس دليل ان القضاء رفضوا هذا المنطق ورفضوا هذا الامر، ان في رايي انا ان من يعني الامور اللي هي عجلت ب 30 يونيو وحمس ده كان دور القضاء. يعني رجال القضاء في ناديهم وجمعياتهم العموميه ورئيس نادي القضاء يعني كانوا في الوقت لا يملكوا سلطه ولا يملكوا اي شيء، وكانوا بيتكلموا يعني بصراحة يمكن الناس اعتبروها تفوق الوضع، وبيعملوا في إطار ان هم يعني ما كانش حد متوقع ان ممكن هذا النظام يتزحزح بهذه السهولة، وكان بيعد للإجهاز على القضاء بالنزول بالسن الستين عشان يتخلص من اكثر من 3500 قاضي من شيوخ القضاء اللي هم ضالئين. فكانت هذه الفترة يعني فترة يعني سيئة، وبعدين زي سعادتك بتقولت ممكن أفرزت يعني بعض المتعاطفين مع كده، إما يعني مش ما أنا الوزارة بتعمل ده في إيه؟ أنا لا يعني أخوض، ولكن المجموعة اللي سعادتك بتتكلم عنها بعد ما الأمور استقامت الوقت واستقرت، أنا
ضد تعبيرين بيتقالوا دول انا مش شايف لهم معنى. مسألة قضاة الاستقلال. نعم. انت يعني كراجل اعلامي لامع تقبل ان يكون في حاجة اسمها قضاة الاستقلال؟ يعني اللي مش معاه دول اللي مش معاه الطيار ده يبقى قاضي غير مستقل؟ هل في فلف قضاءنا هذا التصنيف؟ من بدايتها كإعلام لم نقبلها في أي وقت. تقبل مسألة ان مجموعة يعني لا تتجاوز 20-30-40 قضاء من اجل مصر، وجموع القضاء اللي هم 12,000 او 14,000 او اكتر من كده يبقوا دول من اجل مين؟ نعم. يعني شيء غريب. يعني انا يعني عمر القضاء اللي بيحس بقيمة القضاء وبيحس بجلالة الرسالة اللي موكلة الى القاضي عمره ما يفكر في بالاستقلال ومن اجل مصر بهذه الصورة. انا في رأيي استقلال القاضي يتلخص في جملة بسيطة، ان القاضي حين يجلس ليكتب حكمه او حين يجلس على المنصة ما يبقى فيش سلطان عليه لغير ضميره وضميره والله سبحانه وتعالى اولا وضميره والمجموعة اللي بيتداول معاه، وان لا يوجد تدخل من اي احد في هذا القضاء. وده حال القضاء المصري طول عمري في الفترة البتاع ديت. يعني هقول لك لو لم يتدخل احد في اي عمل يمس القضاء المصري، ودي جموعنا. فاذا كنت سعادتك بتشوف ان في حاجات بتاع فطبعا يعني الحاجات دي غير لا غير مقبوله وغير مشروعه ولا تعمر، انما في هذا الملف انما جموع القضاء صدقني جموع القضاء المصري بخير. والقضاء المصري يعني لعلمك لو بصيت في يعني القضاء المقارن في الدول اللي هي ارتقت و تجد ان القضاء المصري يعني مش هقول اعظم، يعني اعظم الحقيقه هو ده اللي بتاع ده، لان مساله الاختراق والتعبير العام اللي بيعملوه دوت لا يحدث في القضاء. طب في هذا الملف علشان اقفله، ما عدد القضاة الذين تم خروجهم صلاحيه لانتمائهم الى ما يسمى بقضاء من اجل مصر او انتمائهم الى تيار ما او جماعه ما؟ هو الحقيقه يمكن العدد اولا مش كبير. نعم. ومعظمهم يعني لم تصدر قرارات صلاحية إلا يعني على حد يعني ما أذكر العدد قليل. والإحالة أو معاقبتهم تأديبيا لا تتم على أساس إن هم قالوا إحنا قضاة من أجل مصر أو إنهم عمل، لا دي على أساس إن هذا الإعلان صاحبه نشاط يتنافى مع سلوك القاضي. نعم. يعني ما بيتحاسبش، ما يقول انا من اجل مصر، ما هحقب اقول له ايه؟ ما انت كلنا من اجل مصر وكلامك مظبوط. نعم. ولكن اذا كان هذا الشعار ادى الى وجود سلوك يؤثر على كرامه القاضي او هيبه القاضي او هيبه الهيئه، فهنا بيبقى مش اللي بيحاكمه واللي بيخضعه بتاع هو قانون السلطه القضائيه اللي بيحكمنا كلنا كقضاه. نعم. فبيحاكم على خروج على القواعد المحددة لسلوك القاضي أو كده. فهذا في النقاط، إنما يعني ما فيش حضرتك عايز تقول إن في أعداد تقدمت من نفسها باستقالتها دونا عن الذين أحيلوا صلاحية أو للتحقيق؟ الحقيقة ما عنديش يعني ما أعتقدش إن في عدد كبير أعمل كده، أعتقد يمكن حالات يعني بسيطة. وبعدين والله يعني اللي حاسس إن هو يعني الموقف وبتاع فيعني متاح ان يعمل، انما يعني برضه مش متاح ان القاضي يعني انت عارف الظروف. انا يعني مش عايز ان انا برضه يعني انا شايف حضرتك كلهم متحفظ شويه في الكلام. اقول لك ما انا لازم اتحفظ، لان برضه يعني معظمهم برضه كانوا زملاء وبعدين انا يعني لا احجر على يعني راي احد حتى لو كان رايه في كده، انما احنا بنتكلم عن هل هذا الراي وهذا الخروج يشكل يعني سلوك لا يتناسب او لا يتلائم مع سلوك القاضي طبقا للقوانين المنظمة العمل وقانون السلطة القضائية، ده يعني انت طيب ست الوزيرة هتسمح لي شوية يعني بالجنوح نحو افكار البعض او ما يطرحه البعض. احنا عندنا جزء بيعمل ربك عند الناس هو القضاء بطيء، فعندنا بطء في العدالة ولا القضاء سريع؟ فجأة تبقى عندنا قضايا واضحة جدا وعندنا القانون محدد للاتهامات
فنكتشف ان نفس القضية اللي قاعدة بقالها زمن وشهور طويلة جدا بيحكم عليها في جلسة واحدة لما يبقوا من نوع معين، مجموعة شباب ثوري له علاقة لدرجة قالك ان القضاء يصفي حساباته الان مع ثوار 25 يناير. فكل من ينتمي الى هذه المرحلة يخرج في مظاهرة واحدة يروح واخد 3 سنين. كل يوم الاخوان موجودين وبتمسكوا، الاحكام بتقعد بالشهور والسنين. ويقول لك هو القانون واحد، ليه القانون هنا بيتطبق بسرعة والقانون هنا عندنا قتلة معروفين، عندنا فيديوهات واضحة، عندنا صور واضحة، والقضايا تؤجل بالشهور الطويلة حتى أن الناس فقدوا الأمل في هذا العدل. الأبلة هقدم لك لسؤالك ده عشان لما هجاوب تبقى أولا، القضاء المصري قضاء مستقل نمرة واحد، بمعنى إن القائم على أمر قضائنا المجلس، مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل لا يتدخل في سير العملية القضائية على الإطلاق، وإنما هو يوفر الجو الملائم وكل ما يمكن أن يحتاجه القاضي ليحكم في هدوء وفي روية. أدي حاجة. الأمر الثاني إن أنا المبدأ اللي هو مستقر يعني مش عندنا عالمياً، إن المفروض لا تعليق على أحكام القضاء، وخصوصا إذا كانت هذه الأحكام ما زالت في مراحلها الأولى ولم يصبح الحكم نهائيا وبتة يعني. فده كلام الأساسي إن أنا لا دخل. إنما يعني لو قلت يعني رأي حتى كمواطن بالنسبة للكتاب، يعني هقول لك إن إن, 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 إن القاضي بصرف النظر، مش هنقول ان القاضي له اتجاه او ان القاضي عايز يحمل، احنا كقضاء احنا بشر. نعم. وبنقرا وبنشوف وبعدين قد نخطئ وقد نصيب، تمام. نعم. واذا ما كانش وارد ان ممكن يبقى فيه خطا في الحكم ما كانش عمل وما حكم طعم. نعم. يعني كان خلاص يبقى الحكم، ولكن القانون بيدي في المحاكمه الاولى خصوصا المحاكم الجنائيه في كل الضمانات للمتهم انه يلقى محاكمة عادلة وله دفاع وشهود و الى اخره، وبعد كده بيصدر الحكم. وزي ما بقول لحضرتك قد يجد المتهم او محاميه ان في الحكم عوار او فبيلجأ لمحكمة الطعن. وبالنسبة للجانب تبقى محكمة النقض، ويمكن بسعادتك بتشوف ان هناك احكام كثيرة بتنقض وتعاد المحاكمة، فده دليل على سلامة نظامنا القضائي. نعم. يعني ان فيه يعني ما احنا بشر، فلو قلت ان القاضي عمل كده وبتاع، طب استنى لما هذا الحكم يصبح بت، لان ممكن اللي كل تساؤلاتك دي يرد عليها في الطعن. دي نمره واحد. نمره اتنين يعني بالنسبه للمصار ان البطء، طبعا كلنا ننشد عداله نجسه وسريعه، ولكن برضه لازم يوضع في الاعتبار ان الظروف اللي بتمر بيها البلد وحجم الجرائم وحجم المتهمين وكمية القضايا اللي موجودة، ده تشكل ظرف غير عادي للقضاء المصري، والقاضي بيواجه هذه الأمور بالإجراءات العادية. لازم يسمع، يعني عندك قضية فيها 400 متهم 300 متهم، تمام؟ قانون الإجراءات الجنائية لازم طبعا تسمعه. نعم. ولازم تسمع شهوده، يعني لو جه المتهم دوت قال لك انا عندي 30 شاهد اثبات وفعلا كان موجود، او 40 شاهد اثبات، واصر دفاعه على سماحهم، المحكمه ملزمه. فده هياخد وقت ولا مش هياخد وقت؟ ولو جه حب بقى يعملوا يردوا المحكمه، فهو يعني صدقني ما فيش قاضي ممكن القضيه تبقى جاهزه قدامه وهو عايز يقعدها. ما هو أنا آسف سيادة الوزير، أنا آسف بس هتسمح لي، ما هو ده ما حصلش مثلا في القضية اللي اتحكم فيها على 529 بالإعدام مرة واحدة، في حالة المحامين طلبوا وقدموا. هقول لك برضو يعني بصرف النظر عن يعني نحن لا نعلق على عن أحكام عن لا مش عشان بصرف النظر عن وجهة نظر أو بتاع، أنا بقول لك إن برضو لا نعلق على الأحكام. أنا مش معلق على بعدين، ما أنا هقول لك حاجة في هذا الحكم. هذا الحكم هيبقى اولا يعني عايز اقول ان مفيش حكم، لان في جزء غيابي واحاله. لا لا لا. نعم. الى الان وقرار. لا نعم. الى الان لم يصدر حكم الا بالنسبه لل 18 او ال 19 اللي خدوا براءه.
نعم. إنما بالنسبة لباقي المتهمين ده إجراء من إجراءات الدعوة، إذا ما كانت النية ممكن تتجه إلى الحكم بالإعدام فلابد كإجراء من استطلاع رأي المفتي. نعم. تمام. رأي فضيلة المفتي لما بيجي هو رأي استشاري غير نعم. ملزم، فالمحكمة مش مقيدة بهذا الرأي. أيضا هذه المحكمة غير مقيدة هي نفسها بأنها طالما أحالت إلى المفتي إنها لابد أن تحكم بالإعدام، ربما بعد الأمور ما تيجي يتغير الحكم. نعم. وأيا كان المصار حوالين هذا الحكم فإن هذا الحكم مصيره الطعن بالنقد. وهنا برضو يعني يمكن بنطمن الناس أو اللي استشعروا حاجة بالنسبة لهذا الحكم، إن الطعن بالنقد بيبقى يا إما من المحكوم عليه، ده القواعد العامة في الطعن بالنقد أو النيابة. نعم. بالنسبة لحكم الإعدام حتى لو لم يطعن المتهم النيابة تطعن، لابد ولا ما بيعتبرش طعن كمان من النيابة، ممكن النيابة ما تطعنش قانونا، لابد أن يعرض هذا الحكم على محكمة النقد وإلزام على النيابة بأنها تعرض هذا الحكم بمذكرة منها على المحكمة، والمحكمة بتشوف هذا الحكم. يعني محكمة النقد محكمة قانون. نعم. إنما يمكن بالنسبة لقضايا الإعدام كنا بنخرج عن هذا الإطار ونشوف كل ورقة من أوراق الدعوة في هذا الحكم، لأن حياة إنسان يعني مش سهلة، فبيبقى دي ضمانة أساسية. يعني بصرف النظر بقى عن التعليقات اللي بتقول حامد، زي ما بقول لحضرتك أنا ضد إن حد يعلق مصدر الحكم ده قانون الحقيقة، إنما بطمئن إن نظامنا القضائي حتى لو كان من وكالة النظر أن الحكم شابه أخطاء أكيد بتصحح في الـ. هل القاضي اتصل بحضرتك كوزير للعدل أو حضرتك اتصلت بيه الذي أصدر الحكم، ولا لم يدر أي اتصال؟ أنا لم أتصل بيه ولن أتصل بيه في مسألة الـ، وليس لي أنا. ولو اتصلت بيه أو اتصل بي أنا لا هو بيحافظ على استقلال القاضي، حتى لو كان الحكم من وجهة النظر القانونية للبعض إن في حاجة بيبقى ما يصلحش. يعني نعم. القاضي لا يتصل بوزير العدل ولا وزير العدل يتصل بقاضي. يعني ده كلام جميل. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل عشان نعرف ليه قانون الإرهاب اللي خرج من الحكومة رجعوا الرئيس مرة أخرى للحكومة وقال لها اطرحي لي حوار مجتمعي، عندنا قانون التحرش، عندي حاجات كتير مع السيد وزير العدل، عندي المصالحات مع رجال الأعمال والمتهمين من الأنظمة السابقة أموال الإخوان، ملفات عديدة مع وزير العدل السيد المستشار ناير عثمان، بعد الفاصل.